أسلم. أنا أحب تاريخ الجاهلية فعلا، لأنه أخلاق العرب اللي كانت في وقته وإن كانت شركية لكن نزلت عليهم الرسالة، ممتاز. والله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا كانت في الجاهلية الحروب المشهورة كان منها يوم كلاب الثاني، يوم كلاب بين قبائل مدحج ويقودونهم بني الحارث وبين تميم. لا 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 كيف لا شعوريا والله قال استاهلوا الطيب. يوم كلاب هذا يعتبر من اهم 3 ايام في تاريخ العرب. في فرق بين المعركه اللي تقعد 40 سنه، في فرق بين اليوم اللي يجتمعون فيه ويخلصون من بعض. لا هذا الكون التالي الاول يوم. احسنت محمد. الفرق حروب العرب 3 اللي هي الطوال اللي البسوس وداحس والغبرة. اكبر يعني لا الطوال بالسنين عشان الشباب يفرقون. ممتاز. حرب داحس والغبرة وحرب البسوس وحرب الانصار الاوس والخزرج قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يجيهم. اللهم صل وسلم. هذه الحروب الطوال الثلاث عند العرب. الحروب اللي هو الايام اللي تارخ، يعني مثلا مات وش اسمه الفلاني قبل اليوم هذا او بعده، اللي هم يوم الجبلة او جبلة شعب جبلة ويوم كلاب ويوم ذي قار. يا سلام. اي هذه اللي خلصوا في حزتهم ومشوا على قولة تركي، كل من قال جرحه وقال متعافي. ها جبلة اللي قريب صح؟ جبلة هذا قريب خلف الدوادمي جبل كبير. لا لا كلها قبل الاسلام، كلها قبل الاسلام يا مجاهد. اي يوم كلاب هذا سببه انه اغارت بني تميم على الاكاسرة الفرس وكأنهم يعني قهروه على حده. ممتاز. فحول عليهم كسرى بجيوش ما لهم فيها قبل ودمر الشغلة كلها. والعرب لا عندها حصون قبل ولا عندها شيء، يعني خيام. فالكسرى في قبيلة مثل قبائل تميم وتعتبر من كبار القبائل خبر عند العرب الثانية كل أن يطمع فيها. فلاذوا جهة جبل قال له ثلان في نجد. ممتاز. على انه لين تستقر امورنا ونرتب اوضاعنا من جديد ونرجع نطلع على الساحه. فكانوا في الجبل هذا صادين وكانوا يقولون ما نخاف من ان العرب تجينا يوم قيظ، صعب انك تجي تقطع الصحراء في يوم قيظ، الخوف فشتى. فمرهم واحد عاد من اهل القبائل الجنوب لقى البكار اللي مفليه والخيل اللي مفليه ولا عندها غير عدد بسيط. فسأل العرب منهم قالوا بني تميم صاروا لهم كذا كذا كذا. راح فأول ما حول على قبائل الجنوب قال ما تبون البكرة اللي شكلها كذا ولا البنت اللي شكلها كذا والمهرة اللي شكلها كذا؟ قالوا لا هذه وين في؟ قال في وادي كلاب، ترى بعد المكان حق بني تميم اللي صار فيه مع الأكاسرة الموضوع ده راحوا للوادي هذا. فجمعوا طبعا تحت قيادة بني الحارث وكانوا 8000 رجال. الأعداد هذه ما تجتمع في الجاهلية أبدا، إلا يعني ما اجتمعت أعداد زي المعارك هذه إلا في غزوة الأحزاب، إن العدد كبير بالعادة 100 200، بس 8000. وكانوا 8000 مقسمين 4 أقسام، كل قسم تحت واحد اسمه يزيد، آخرهم يزيد بن عبد المدان. يقود الأربعة اللي تحت كل واحد منهم 2000 واحد من أهم يعني الفرسان في الحقبة ذيك يقال له عبد يغوث. عبد يغوث هو اللي يرجعون له الأربعة. وكانوا في نجران ومشاهيرهم بني عبد مدان بشخصية لهم كانت في العرب قبل، كانوا بانين كعبة في نجران عشان ما يختلطون مع قريش، انت تطوف انت ما تطوف انت توقفنا تأنف انفسهم. حتى العرب يقولون تلوك عمامة وتجر رمحا كأنك من بني عبد مدان، يعني انت كأنك من آل فلان ما انت منهم. فكان عبد يغوث هذا معهم، رجال من اشهر يعني وقته. دخلوا المعركة فبني تميم اجتمعت وبني تميم فيها حلم، دروا بالخبر انه جو القبائل هذه حولت. فقال معهم شايب أكثم بن صيفي
قال انا ما عاد معي من القوه شيء اني اركب معكم على الخيل واحارب، لكن ترى بقى مني قطعه من قلب وانا اعرف الراي، كل ان يعطيني الشور من عنده وانا اسمع واقول هذا هو الراي، غير كذا انتم مالكم مني شيء ابدا. فجمع ربعه وقال انتبهوا من الصياح، لا تجلسون تصيحون واجد، وخلوا رايكم على واحد، وان على ابن عمك فهن انت، ان طلع هذا انت ولد عمه، انت اخفض جناحك له. فاجتمعوا تقسموا قسمين بني تميم، عطوا القياده الرجل منهم يقال له النعمان بن حسحاس، قالوا انت المقدم فينا وانت اللي تقود الناس هذه. فقسمهم قسمين وهم في الوادي، قال طرف مع الجهه الفلانيه وطرف مع الجهه الفلانيه، يعني تقفلون الوادي هذا والحريم والحلال داخل. ان جو من الجهه هذه اللي عند بني حنظله مثلا، الجموع اللي من بني سعد والثانيه تدرك عليها عمرو، وان جو من جهه عمرو وسعد من هنا تدرك حنظله عليهم، معنى وقت. فجو يعني تخيل انهم يمشون من نجران الين وصلوا اطراف الرويضه والشعره والدره اللي هنا وعروه. فجوا وصاح، يعني اجتمعوا عليهم وصاح صاح من اهل الجنوب، قال كل يوم لنا نعم ان نتابه على كلاب وغيبوا اصحابه، الانعام هذه نبي ناخذها ما لها احد عندها. فتحمسوا بني تميم، يعني هذه المعركه فاصله يا لنا يا لهم. فجت الضربة على قولتهم، من جو كراديس بعضهم يتلي بعض لا أمرهم صعب، وإن جو مجموعة واحدة أمرهم هين، لا والله العكس، إن جو مجموعة واحدة أمرهم صعب، وإن جو كراديس يعني استهانوا فينا أمرهم هين. فكان عبد يغوث هذا فيهم على فرس طويلة، جلسوا اليوم الأول إلين أقبل النهار على أنه يطيح، فانذبح النعمان ابن الحسحاس اللي يقود بني تميم كلها، اضربه واحد من اهل الجنوب امه حنظليه من ربعه، يعني خواله ذبح خاله. إيه قال خذها وانا ابن الحنظليه، قال وكم من حنظليه اغرتني، يعني كم واحد من بنات عمي اخذوها الناس هذه اللي بعيد منا وولدها ذبحني. فاجتمعوا عاد على مطيح الشمس على انه خلاص مات قائدهم، ما عاد لهم قومه. فولوا عليهم اللي هم بني تميم. فولوا عليهم قيس بن عاصم. قيس بن عاصم هذا الرجل اللي وأد البنات، أول من وأد البنات في تاريخ العرب كلهم قيس بن عاصم، وهو أحلم اللي الأحنف ابن قيس تعلم الحلم منه، أحلم الناس الأحنف. قالوا تعلمت من من؟ قال من قيس بن عاصم اللي وأد بناته. لا الشيء صار في وأد البنات وانقهر عليه. فاجتمعوا قال اضربوا الرايات اللي يشيلونها اللي تحت الرايه اذبحوه. فقاموا ربعه مع قومه واحده الين بدات الرايات تطيح. ففروا. فقالوا اتركوا اللي يركضون اللي ما معه لا ناقه ولا حصان اتركه، هذا بنلحق عليه. اللي عادي على رجوله في الصحراء هذا بنلحقه. الحقوا اللي على الخيل وعلى الناقه اذبحوه، يعني ما جاك من نجران الا بناوم فناك. عبد يغوث هذا سيدهم كلهم يوم شاف انها كسرت عليهم وقف ومسكه واحد خبل، ما هو من مكانته، مسكه قال لك في الحليب، لك في حليب النياق، يعني خذني اسير وانا بعطيك نياق بدال. فاخذه ذا، يوم اخذه جابه لامه، لا هذا من بني عبد مدان عبد يغوث رجال وسيم وجسيم. فيوم شافته امه قالت هذا من انت جايبه انت؟ قال هذا اسيري هذا. قالت انت من انت؟ تقول لعبد يغوث، قال انا سيد القوم. قالت قبحك الله من سيد قوم، انت مين ربعك؟ يعني مثل اللي الله ياخذك اللي يمسك المهبول ذا عندنا، ولدي اعرفه انا، ولدي خبل يطرحك انت. فخذه ولا قدر انه يجيره، فراح الواحد من ربعه الكبار قال فلان حط هذا عندك. عبد يغوث معروف ايه انكسروا. فقالوا النعمان بن جساس اللي ذبح ذا ما له احد يعني بوزنه يعدل بثاره غير عبد يغوث.
فعبد يغوث من 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 وجهاء اليمن وجهاء نجران وجنوب استسلم. مالكم في الفداء؟ قال لي. قال طيب انتم تذبحوني؟ تذبحوني انا؟ قالوا نذبحك هينا، الثار فيك فيك. قال طيب اذبحوني على طريقه اهل اليمن اللي هناك. قالوا كيف طريقه الناس اللي تموت هناك؟ قال شربوني خمر وجلسوني على كرسي واصفد يدي، لا تقطع راسي، لا تطعني، لا تسوي لي اي شيء يخرب جماليتي، قص بس عروقي وخلها تنزف لين اموت. وعندي قصيده بقولها في. قالوا لا قصيده لا. فكانوا من اول يربطون اللسان بزي قطعه الجلد عشان ما تحكي، عادات عند العرب قبل. قال لا لا تربطوا لسان، ما والله يعني انتم ما يلحقكم مذمه. أبذم ربع راحوا حملوني هنا، فأعطوه وصيته اللي هو وصفده. فاللي كان عنده اللي هو ماسكه وبيذبحه كان معه ولدين له، طلع وخلى عياله، فقال لعياله، فقالوا عياله شايب هذا التميمي وشلون شفتنا في الحرب؟ جيت من هناك طامع فينا، كيف شفتنا؟ قال لا تلوموني، خلاص اللي صار صار وانتهينا. فجاب القصيدة اللي يقول ألا لا تلومانك فاللوم ما بي، فما في اللوم نفع لكم ولا لي، فما في اللوم نفع لكم ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي. يعني أنا ما قد قلت ما هو من شمالي الطيبة أن يلوم واحد إن صار اللي صار. يا سلام. فما لومي أخي من شمالي، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، النهدة اللي مثل مسمى النهد مرتفعة، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد جواري. يعني أنا لو بغيت انحاش أنا على فرص تبي تنقزني بسرعة، تبي تشوف الحو اللي هي أسرع الجياد خلفها. يا سلام. اي يا راكبا أما عرضت فبلغ الندماي من نجران ألا تلاقي الناقة اللي عرضت لي عليها راعيها، سلم على ربعي هناك وقل ما عاد احنا متلاقين. أيا راكبا أما بلغت فعرض الندماي من نجران أن لا تلاقي أبا كرب ولا أي هيمين كليهما وعبد أبا كرب ولا أي هيمين كليهما وعبد مدان أبا كرب ولا أي هيمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. شلتي اللي كنت أسهر معها. يعد القصيدة بعدين يقول أحقا عباد الله ألست سامعا نشيد الرعاء المغربين المتالية. من أول الشيوخ يسمعون نشيد الرعيان اللي يصرحون مع النياق ويعجبهم بس ما يختلطون معهم، فهذا يتوجد يقول أنا ما عاد أنا سامعا اللي يغنون الصبح ومسارحين مع التوالي الخلفات نياقهم، خلاص عد القصيدة ومات. فما له إلا هاليوم هذا من أشهر فرسان العرب. مات عندهم طبعا، مات عندهم في نجد هنا، هو من أهل نجران. هو أقدم من مالك في التاريخ، أقدم. طيب الحين من انتصر فيها أنا؟ وش أقول لك؟ عبد يغوث خذوه. إيه بني تميم. أنا أحب النهاية دائما، من فاز سلام العرب. ما أحب أن أطول. دوم نسمع بالمثل بيني وبينك حرب داحس والغبرة. إيه يا ليت تفهمنا وش داحس والغبرة. داحس والغبرة حصانين، داحس والغبرة اثنين للقيس بن الزهير العبسي والخطار والحتى، هذه ثنتين بعد الواحد اللي قال له حذيفة بن بدر من ربع، كلهم يرجعون في غطفان. أبشر. تسابقت الخيل ومسكوا هذا حذيفة بن بدر رجال الألعاب ومعتمد على سمعته عند ربعه، يعني أدري الربع يحبوني وأنا أخطيت بيمشونها كذا السيستم. فتسابقت الخيل وأخلفوها بالغش وكانت على 100 ناقة ولا حصل 100 ناقة، فقالوا قيس بن زهير يسمونه قيس الراي رجال عنده راي، فقال يا الربع ما نبي 100، اذبحوا لنا ناقة منها بس قبل الحرب. قال اذبحوا ناقة واحدة واللي في خطرنا يروح. قالوا إن ذبحنا لك واحدة كأن أعطيناك 100، إن ذبحنا واحدة حنا قرينا أنك هزمتنا، ما هزمتنا ولا واحدة ولا 100. فبدأوا هم يحرثون عليه لين ذبح ولدهم وقامت الحرب. إيه 40 سنة يعني يجيبونها عشان أنها طارت داحس الغبراء، فيقول لك مثل فهمت؟ زي أنا وياك بس ترى 40 سنة ما هو بكل يوم. لا ما صح أنا وياك ما هو بكل يوم إحنا نحارب.
40 سنه ما في صلح. راجح راجح وامين يعني راجح والغبار. مثلا انا وامين الحين بين 11 اي مغرب 7 ايام ترى 7 ايام شوف 40 سنه 7 ايام. يعطيك العافيه ابو حميد اللي فيها الله يعافيك بيض وجهك. انا صيفت عليكم استمتعنا. لا 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 بد مستمتعين. لبيك ابشر اسمحوا لنا ثلاث شهور.